في بلده ادر بمحافظه الكرك امتنع طلبه مدرسه الشهيد سائد المعيطه الثانويه للبنين عن اكمال دراستهم فيها اليوم ونفذوا احتجاجا امامها وذلك بسبب ما وصفوه بتهالك المبنى وتشققات كبيره بالغرف الصفيه وضع مترد ومتهالك لبيئة تعليمية في مدرسة الشهيد سائد المعايطة الثانوية للبنين بمحافظة الكرك تم التعبير عنه بتشكيل اعتصام ورفع لافتات من قبل طلبة المدرسة احنا اليوم معتصمين لان مدرستنا آلة للسقوط و... ويعني نتمنى انها تتجدد اول جديد نصف اعتصمنا الصفوف خربانات وباقع علينا الكسارة وفي الشتوية وفي الشتوية ب... يعني علينا مي وب... وفي الصف في الصف تقع علينا الكساره تقع وين وزير التربيه ولا وزير التربيه, التربية طالب اهالي الطلبه اكدوا حرصهم الشديد على ابنائهم ومخاوفهم من انهيار اسقف الغرف الصفيه والجدران عليهم نتيجه سقوط اجزاء من جدران المدرسه على بعض الطلبه ما اثار الخوف والهلع في نفوس الطلبه جاءنا ثلاثه وزراء زاروا هاي المدرسة وآخرهم دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز ووعدنا بأن تبنى مدرسة جديدة لقرية أدر لكن آه للآن لم تبنى أي مدرسة ولم تنفذ أي وعود وعدنا بها نحن بحاجة إلى مدرسة محافظ الكرك الذي حضر إلى الاعتصام على الفور أقر بأن المدرسة متهالكة وأيلة للسقوط لا يوجد جو دراسي في هذه المدرسة وان شاء الله سوف نخاطب معالي وزير التربيه للوقوف علي واقع الحال ووعدت الاهالي بان يكون معالي الوزير في بحر الاسبوع القادم في هذه المدرسه للاطلاع علي واقع هذه المدرسه وان شاء الله يقوم بالاجراء اللازم. هو واقع مرير تعيشه غالبيه مدارس المملكه وحاله غير مسبوقه من تهالك البنيه التحتيه لصروح علم ومدارس ما يستدعي تكثيف الجهود المستمره من قبل كل جهه مسؤوله حرصا على ان يكون قطاع التعليم بافضل حال. محمد الكفاوين رؤيا